بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فذكر نفعت الذكرى، وشكون مش يتبع سيذكر ويخطف، يتلقى المعلومة الجارية على لسانك وكيانك يا رسولي يا كريم عليك صلاتي وتسليمي. سيذكر بدقة، يقول لك ربي شيء ثابت، سيذكر من يخشى، يعني ما يطولش، اللي يخاف يلقى ربي، لأنه يعني يما من بعد يعرف من المسؤولية، ماش خلقنا ربي هكا سدى ما غير قصد، خلقنا لنعبده، ولكن أغلب الناس تبعوا إبليس الذي لم يعبده كما يجب فاستحق لعنة الله، وهم كذلك لهم نصيب في هذه اللعنة، أي الطرد من رحمته سبحانه وتعالى. سيذكر من يخشى، إذا نحن أهل ذكرى، وينطبق علينا فذكر أن بعد الذكر، ونحن في طليعة من يتذكر أن هناك إله واحد، ولا حساب إلا على يديه، ولا حساب ما في ظلم إلا حسابه، وهو الفاصل بين عباده، وهو الفتاح الكريم سبحانه وتعالى أبد الآبدين.